كاين ثلاثة طوموبيلات كانوا مصابين. هاد الموسيات اللي طاح اللي مشدو اللي طاح دابا هذا هو اللي ضرب هاد السيد تدار. هو اللي ضربو تدار. الاخرين كانت مول اوضي بيضا ومول كلاس سيتسان اللي هما هادو هربوا. كانوا جايين ثلاثة كلشي 160 باش جاو 170. مسكين شاد اليمن ديالو. الله يجزيهم الخدمة. راه كاين عامر بلعود وهاد الطوموبيل عامر بلعود. يعني التهور ديالو ما هو مشاو فيه ناس ابرياء ما عندهمش علاقة. من الاخر من السبت للسبت ديما كيكون السباق هنايا. من السبت للسبت ديما تجيب هاد القايسة تلقى السباق ديال الطوموبيلات. ما فهمتي راه السيدة حتى هي مضروبة. راه كاينة وحدة اللي قدام مضروبة مولات كليه هي ولادها. حفظ الله ما تقلبوش هادو. الحمد لله. والناس اللي كانوا شاهدين راه مشاو مساكن. قال لك حنا خلينا النوامر ديالنا نشهدوا لهم حيت هما جايين من العزبان. خرجوا من العزبان وجايين عافطين. دايرين حتى الدخلة ديال المحمدية. ديال المحمدية. هذا ما كان السيد راه حفظ الله. هادشي كامل الحمد لله. الحمد لله. وهادو كاملين اللي كانوا سيدين كلهم فايتين في 18 20 عام 24 عام. يعني التهور ديال الشباب هما الناس مساكن ما لهم حتى شي علاقه. الا مشيتي لقدام الا مشيتي لقدام غتلقى السيده مسكينه هي وولادها وراجل كبير تيشوفها بعين وحده. حتى هو ضربوا راه تمشي لقدام ها هو السيد ها هو السيد مول الاب ديال زرقاء. عبد الله كنعاود عاود شنو وقع لكم؟ غادي عندنا اون بان في كامل جات دي باناج جارنا باش يوصل للدار. الواد تابعنا الطوموبيل شاد دي اليمن ديالنا طاح سينيال. حتى كنتفاجئوا بواحد جوج سيارات جايين مسابقين واحد في اليمن واحد في اليسار. هذاك اللي في اليمن دخل الطوموبيل ضربها خرجت الطريق على الجنب. ها هي هذه كنا كنشاهدوا كلهم صرا والكاميون ضروب في الجنب كيدريفشيو كيلعبوا في الطوموبيلات. اذا دابا التهور ديال الشباب اللي خلى هادشي ما اش غنقدر نقول لك ما الحمد لله ما كاينش خسائر في الارواح كما كنشوفوا حتى الوالد الموعد شويه اش غدير انه الشفاء العاجل Thank you.